الطالب مصعب عبد الرحمن محمد حنون. طالب أحمد عدنان كمال محمد. طالب أسامة عصام محمد صالح التيلي. نحن كما تعودنا في نهاية كل سنة نكون بتكريم الطلبة الأوائل، وهذا تشجيعا للطلبة للدراسة في بيوتهم والاهتمام بدروسهم. ملاحظة أن كل سنة الطلبة الأوائل في ازدياد مستمر. على شرف هؤلاء الطلبة الأوائل نقوم بتكريم الطلبة الذين يشاركون بالنشاطات اللامنهجية، وهذا أيضا حافز لجميع الطلاب بأن يكون هناك تربية وسلوك ومن ثم الاهتمام بالعلوم الأخرى. الطلبة يعني حصلوا على ثمرة جهدهم، وهذا من باب الأفضلية أنه إحنا نكرمهم ونحصل على ثمار المدرسة طيلة العام الماضي من خلال تكريم هذه النجوم المشعة في مسيرة التعليمية على مستوى المحافظة، حيث هذول الطلاب منهم كوادر ستنتقل إلى مدرسة الفاضلية الثانوية، مستقبلهم إن شاء الله بيكون مبدع في رعاية شؤون محافظة طول كرم، وإن شاء الله نتمنى لهم يكونوا مستويات عالية في أرض الوطن كاملة. تقوم كل مدرسة حلمي حنون في كل عام تكريم الأوائل طلبتها من أجل تشجيعهم على أن يكونوا متفوقين دائما، وهنا اليوم نحن نتخرج من هذه المدرسة في آخر سنة لنا في هذه المدرسة، والمدرسة دائما تحتضننا، فنحن حزنون جدا على فراق هذه المدرسة العريقة. بشكر إدارة المدرسة قامت بجهود عظيمة من أجل أن توصلنا إلى هذه اللحظات، لحظات لا يسعنا عبارات شكر أن تقدم لهذه المدرسة.